اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من التاريخ يتحدث. موضوع حديثنا اليوم سنتحدث عن قتال الحوثيين اليمنيين تحت مسمى الجهاد. الجهاد الحوثي هو استنساخ لجهاد الهادويه ضد اليمنيين والذي استمر يعني قرابه 1100 عام بشكل متقطع في اكثر من منطقه من مناطق اليمن. يخوض ائمه الهادويه حروبهم من اجل السلطه وعوده ما يسمونه الحق الالهي تحت مسمى الجهاد. والجهاد في المفهوم الهادوي هو جهاد لاستعاده الامامه ولكن مصطلح الجهاد الاسلامي له وقع خاص ولهذا يعني ساهموا في تشويه الجهاد قبل ان تاتي الحركات المتطرفه الاخرى لتضيف يعني اساليب جديده لتشويه هذا المصطلح الاسلامي والممارسات التي يعني يقومون بها والتي شوّهت مصطلح الجهاد ومشروعيته في الاسلام يعني تبرير هذا يعني هذا ما يسمونه الجهاد ضد اليمنيين اخذ الحوثيون برفع عدد من الشعارات التي خاضوا القتال او ما يسمونه الجهاد تحت مظلتها اول هذه الشعارات التي خاضوا ما يسمونه جهادا ضد اليمنيين تحت رايتها هو جهاد المظلوميه والدفاع عن النفس. منذ اليوم الاول الذي رفع فيه حسين الحوثي رايه التمرد ورفع السلاح على الدوله في العام 2004 وحتى اليوم وقد وصل الحوثيون الى معظم مناطق اليمن ويعني بلغ قتل قتلاهم بالالاف وهدموا المساجد والمدارس ودور القران ومنازل خصومهم والمؤسسات العامه والخاصه لا زالوا يخوضون الجهاد ضد من يعني الظالمين والدف والمظلوميه والدفاع عن النفس وهنا يثار تساؤل ما هي المظلوميه التي يتحدث عنها الحوثيون حقيقه يعني خلال الحروب الست ربما يعني انخدع كثير من الناس واصبح يطلق عليهم يعني يعتقد فعلا انهم مظلومين من خلال ما ضخوا من خطاب ومن خلال تعاطف المعارضه في تلك الفتره او بعض احزابها مع الحوثيين نكايه بالرئيس السابق ويعني الصراعات السياسيه. لكن مع نهايه يعني بعد الحرب السادسه وبعد الثوره الشبابيه واستمرار الحوثيون بالتوسع العسكري واصرارهم على قضيه يعني انهم مظلومين وان يعني انهم يقاتلوا الظالمين هنا بدا البعض يعيد النظر في قضيه ماذا يعني ما هي المظلوميه التي يتحدث عنها الحوثيون. من يعود الى ملازم حسين الحوثي سيجده يتحدث بوضوح عن ما يسميه مظلوميه ال البيت التي بدات حسب قوله في احدى ملازمه منذ يوم السقيفه بل يقول قبل ذلك يعني منذ وفاه النبي صلى الله عليه وسلم او منذ السقيفه وحتى اليوم وهناك مظلوميه لال البيت. هذه المظلوميه كما يرونها هي يعني عدم يعني تسليمهم للسلطه كحق الهي يعني ورثوا به النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فهم يعتقدون ان ابعادهم عن هذا الحق او اختيار غيرهم هو ظلم لهم. وكل من يتولى من غير ال البيت فهو ظالم، وكل من يقبل بمشروعيه من سواهم فهو فهو ظالم ايضا، وما داموا يقاتلون من اجل هذا الحق فهم مظلومين، يعني ان قتلوا فهم مظلومين، وخصومهم حتى وان كانوا يدافعون عن انفسهم فهم ظالمين لانهم وقفوا ضد اصحاب الحق الالهي. هذه القضيه امتلات بها ملازم حسين الحوثي وكان يعد اصحابه يعني آه يعني تحت هذه المبررات ومن يلاحظ احيائهم للمناسبات آه يعني هذه للمناسبات الشيعيه وخصوصا آه كربلاء ومقتل الامام زيد ويعني غيرها من مصارع يعني آه آه الفاطميين يجد آه هذا الضخ الاعلامي وهذه ضخ آه المظلوميه والحديث عن الظالمين. يعني آه الحقيقه آه هو لم ياتي بجديد، كل الائمه خاضوا حروبهم تحت هذا المسمى، ومن يعود الى الى ما كتبه آه هؤلاء الائمه بدءا من الامام الهادي يحيى الحسين الرسي، يجد ذلك بوضوح، حتى في كتبه التاصيليه، يقول وقد سمينا من قتلنا من الظالمين بانه يعني كافرا ويستحق الوعيد والعقاب والخلود في النار، يعني من الظالمين، ويتحدث مؤرخ سورته سيرته انه عندما جاء الى اليمن فخاض حروبا عديده يعني ضد الظالمين فنال منهم ونالوا منه. يعني الذين دافعوا عن انفسهم كانوا الظالمين في حين انه كان هو المظلوم وهكذا تتحدث كل سير الائمه عن هؤلاء المظلومين يعني ياتي ابو الفتح الديلمي في تقريبا سنه 430 للهجره كان قد ظهر بالديلم وادعى الامامه ويعني فشل هناك ولم يجد انصارا واتباعا فاتى مثله مثل من سبقه من الائمه كالهادي والقاسم العياني، اتى الى اليمن يعني ومعه مرتزقه وحصل له انصار واصوات وكان ينازع في تلك الفتره الدوله الصليحيه وهي دوله يعني فرضت سيطرتها على كل انحاء اليمن ويعني اثناء صراعه معها هؤلاء قتل. فنجد يعني يقولون يعني كيف قتل مظلوما وان الظالمين الذين قتلوه يعني رجل اتى يطمع بالسلطه واتى من تلك يعني البقاع من اجل ما يسميها الحق الالهي ويصارع الدوله المركزيه ومع ذلك هو مظلوم ومن يدافع عن الدوله ومن يدافع عن عن حقه ومن يدافع عن بيته عن يعني ارضه فهو ظالم لأنه يقاتل من أصحاب الحق الإلهي وهكذا استمرت المظلومية يعني كانوا يستغلون يعني حتى قضية الحسين و يعني رضي الله عنه ومصرع يعني وكربلاء وغيرها وإن لم يكن إحياءها بالشكل والطريقة التي يحيي بها الشيعة الاثنى عشرية والتي يعني لهم طقوسهم الخاصه لكنهم تناولوها في كتب الهدويه ثم يذكرون ماساه ال البيت يعني ماسي الطامحين للسلطه من الطالبيين يعني من غير الحسين ثم يعني يصلوا مثلا يروي ذلك مثلا عبد الله بن حمزه يصل الى نتيجه ان الامه كلها ظالمة وتستحق العقاب بل يقول لو لم يكن لهذه الأمة الأمة جرم إلا أنها تركت الحسين يقتل مظلوما لكفرت بذلك ولوجب جهادها وبالتالي يعني نشأ هذا الحقد الدفين على الأمة وليس فقط يعني على جهة معي على الذين قاموا بهذا العمل القبيح سواء في مقتل يعني الحسين أو المظلومين حقيقة لأن الآخرين يعني نحن نتحدث عن صحابي جليل و. الحسين بن علي لكن الأمر ليس صحيحا كما يحاول أن أن يقارنوا أنفسهم به يعني أولئك كانوا ظلم قتل فاجرين أتوا وقتلوا الناس وذبحوهم وانتهكوا كل المحرمات يعني لكن يعني مع ذلك يرون أنهم يعني كانوا مظلومين فقلنا يقول عبد الله بن حمزة أنه لو لم يكن لهذه الأمة جرم إلا أنها سكتت وليس فقط قاتلت يعني لانه لا يعني لم يقاتل هي مجموعه فقط الذي قاتلوا يعني مع يزيد، لو لم يكن للامه يعني من جرم الا انها سكتت على مصرع الحسين وغيره من من هذه السلاله كما يقول لكفى بها جرما وظلما ولوجب على الائمه واهل الحق واتباعهم وشيعتهم يعني قتال هؤلاء حتى يردوهم الى الحق. يعني استمر هذا خطاب المظلوميه طوال فتره الائمه يعني يستغلون هذه الاحداث يخرج احدهم فاذا ما يعني قتل يعني اقاموا عليه مناحه واستثمروا يعني واعادوا التاريخ واعادوا يعني نحن لنا القتل شهاده كما يعني الشهاده لنا عاده كما يقولون وهكذا يعني حتى في ثوره 26 سبتمبر كان نظام بيت حميد الدين منذ ان تولى يحيى حميد الدين قمع من وقفوا معه ومن قاتلوا معه ومن وطدوا حكمه تخلص منهم وقتل الكثير منهم، ثم يعني سحق معارضيه بكل قسوه وبكل شناعه، وارتكب جرائم في تهامه في الحديده في تعز في اب في غير في كثير من المناطق، ثم يعني بعد ثوره 48 قتل من يعني ليس من اشترك في تلك الحركه ولكن كل من يشك كان احمد حميد الدين يعني بامر بسيط اقطعوا راس فلان واعدموا فلان دون ان يعني يكون هناك اي محاكمه او اي عداله ومع ذلك يعني عندما بدا الناس يثورون عنهم قالوا هذه ثوره الظالمين ضد المظلومين فاصل ونعود أهلا بكم من جديد. قلنا أن ثورة 26 سبتمبر كانت استحقاق يعني للانعتاق من الظلم الذي مارسه هؤلاء الأئمة. سنة 66 قام أحمد الشاعر والأديب أحمد محمد الشامي وكان وزير خارجية البدر آنذاك بإنشاء قصيدة تسماها دامغة الدوامغ رد فيها على الهمداني وقد أشرنا في حلقات سابقة إلى هذه القصيدة. يرد فيها على الجمهوريين وكعادته يتحدث عن المظلوميه تخيل ها, ها يعني هؤلاء الذين يعني جلبوا حربا على اليمن وتسببوا بمقتل الالاف ومع ذلك يقول لماذا ثرتم علينا لانه نحن مظلومين يقول يعني اه بنزه نحن بنو الزهراء بنو الزهراء نحن اذا انتسبنا وللسبطين نعزى اجمعين طبعا هذا الفخر يعني القصيده هو يتحدث فيها متباهيا وهم من تذكرون إذا عكفتم على صلواتكم متعبدين فلا تستكثروا خيرا بلينا به كي ندفع الثمن الثمينة يعني هو يشير هنا إلى الإمامة أنهم دفعوا فيها الثمن الثمينة أمية لم تدع منا رضيعا لكي يستوطن الحضن الحنونا وأوسعنا بنو العباس قتلا وإن كانوا الموالي الأقربين ولليمن السعيدة قد بذلنا الآئمة والأرامل والبنين ما دخل اليمنيين بمقتل بني اميه وهكذا يسرد مظلمه آل البيت كما يقول ولماذا تنازعون ونحن مظلومين هكذا ظلت هذه الشماعه يخرجون على الناس فاذا ما يعني يقتلون الناس ويريدون ان يحكموا، فاذا ارادوا الناس ان يتحرروا قالوا انتم ظالمين ونحن قتلونا بني اميه وبني عباس اتوا بمثل هذه المظلمه وتعاطف اليمنيون مع معهم في تلك الفتره ولكنهم يعني تحولوا يعني الى ظالمين اشد من الظلم الذي قالوا انهم لاقوه على يد بني عمومتهم. هذا الكلام يقوله الشامي سنه 66، انتهت الحرب وجاءت المصالحه الوطنيه وبداوا باعاده هذا التراث ومن يعود لاحياء تراثهم ومظلوميتهم. يجد من يعود الى تراث مجد الدين المؤيدي او بدر الدين الحوثي يجد التوجع والشكايه من الظلم الذي لحق بآل البيت، هكذا يتحدث مجد الدين المؤيدي ويتكلم منذ السقيفه حتى يصل الى اليوم ويرى ان هناك ظلما لم يحدث يعني الثوره لم تكن ضد الهاشميين لم تكن ضد هؤلاء عادوا جميعا باستثناء بيت حميد الدين لم يتم إقصاء المذهب كما زعموا أو يقولوا كل ما في الأمر أنه تم كسر احتكارهم للسلطة وإعلان الجمهورية وأصبحوا مواطنين مثلهم مثل غيرهم لم يستبعدوا من وظائف ولا من حقوق ولا من واجبات لكنهم أصحاب الحق الإلهي رأوا في ذلك ظلما يتحدث مجد الدين المؤيد أن مجرد يقول يعني عن ملامح لهذا الظلم فيقول أن وجود كتب آل البيت يعني خصوم آل البيت أو النواصب كما يسميهم وكان يشير إلى كتب أهل السنة أصبحت موجودة حتى في صعدة وهذا يعني يعني يقول لو كانت دولة آل البيت قائمة لما سمحوا لهؤلاء يعني أن ينشروا كتبهم التي تطعم بنا ويعني أن يسمحوا يعني للانتقاص أئمة الهدى ومصابيح الدجا كان يرى أن مجرد الحديث عن مظالم الأئمة فيها ظلما لهم ولكن يقول الى الله المشتكى وياتي باحاديث انه لن تقوم الساعه حتى ياتي المهدي وهو من ال البيت فياخذ لهم بحقهم وبمظلوميتهم. جاء حسين الحوثي من هذا التراث اختلف معهم فقط انه يقول لا ننتظر حتى ياتي المهدي ليس لدينا انتظار في الهادويه وبدا يحرض الناس ويقيم الناس لرفع ما يسميها الظلم والمظلومية عن آل البيت وهي يعني عودتهم إلى الصدارة إلى حكم الناس إلى إعادة الحكم أو الحق للبطنين طبعا حتى الحروب الأولى لاحظوا أن الناس انما خدعوا ان هؤلاء كمظلومين كأنهم كانوا يقولون لماذا اتت الدوله لتحارب هؤلاء وهم في بيوتهم؟ هذا غير صحيح، لم ياتي احد ليحاربه وهو في بيته، كان حسين الحوثي قد بدأ بالإعداد العسكري للخروج على الدوله، كان ينتظر الوقت المناسب فقط، ماذا يعني انه كان يعني ياخذ السلاح ويبني المتارس ويعل ويدرب الناس وكان يقول من يشتري ب 500 ريال لحمه لبيته يجب عليه ان يشتري بضعفها سلاح وكان ذلك تحت غطاء الموت لامريكا واسرائيل يعني بتلك يعني الغطاء والضحوكة التي ضحك بها على الناس لكنه كان يعد لهذه المواجهه، ثم بدأ ياخذ الزكاه من بعض مناطق صعده، ثم تحصن ورفض اوامر الدوله، بغض النظر عن موقفنا من علي عبد الله صالح ونظامه، لكنه كان في تلك الفتره يمثل الدوله، وخاض صراعا وحربا استمرت اشهر، ثم نقول انه مظلوم، طوال تلك الفتره من الحروب، التي استمرت بعد ذلك يعني هنا حدث استثمار لحسين الحوثي وكانه رجل يعني زاهدا عابدا كان في بيته واتت الدوله لتقتله يعني جاءت بعد الحرب الاولى ودعا الاسره الى هنا الى الى صنعاء ثم عادوا بعد ذلك الى يعني تركهم طبعا وهذه احد الاعيب علي عبد الله صالح التي اراد ان لا يقضي على هذه البذره الخبيثه وان يستثمرها في سبيل سعيه نحو توريث السلطه وابتزاز دول الخليج وما الى ذلك. في الحرب الثانيه عند عوده مجد بدر الدين الحوثي الى صعده هو يعلم وكانوا ينطلقون من إرث تاريخي طويل في استعطاف واستدرار عواطف الناس يعني جاء بزامل يستثير فيه القبائل عن مظلوميته يقول سلام يا دنيا العجائب ما عد بقي لي فيش صاحب يوقف معي عند النوائب في رضا الرحمن قد راح صحبي والأقارب ما بين مقتول وغايب في السجن ومشرد وهارب حل بالوديان هذا الزامل انتشر كالنار بالهشيم يعني والناس يعني خصوصا في فيها تلك المناطق التي يعني لا زال هؤلاء دعاة الامامه يحظون باحترام كبير وظللوا على الناس كثيرا تعاطفوا معه واتوا من كل مكان انه مظلوم قد راح صحبي والاقارب ما بين مقتول وغايب في السجن ومشرد وهارب حل بالوديان وتجمع الناس معه وخاض الحرب الثانيه ثم اتى بعد ذلك عبد عبد الملك واستمر يخوض الحروب يعني الحروب الست والناس يقولوا مظلومين حتى أثناء مؤتمر الحوار يعني في حين أن الذي كانوا مظلومين بحق هي صعدة وليس الحوثيين يعني هناك الإحصائيات لأن صعدة ظلت مغيبة طوال هذه الحروب الإحصائيات التي تحدثت عن الجرائم خلال الحروب الست هذه من عام 2004 إلى 2010 يعني هذه الاحصائيات يعني تقول ان 98% من الجرائم والانتهاكات البالغه كما يعني احصاها يعني احد المراكز يعني هذه التقرير الاول يقول انه انتهاكات المواطنين في هذه المناطق بلغ 98% من آه هذه الانتهاكات قامت بها حركه الحوثي في حين 2% فقط قامت بها الحكومه الشرعيه، هذه الانتهاكات للمواطنين، كان الحوثيون اثناء آه التوقف في فترات الحروب يقومون بهدم بيوت معارضيهم، بقتلهم، باغتيالهم، بسجنهم، بمطاردتهم، هذه كلها في فتره المظلومية التي تحدثوا عنها، فالحروب الست لم يكونوا مظلومين هذه أكذوبة صعدة التي ظلمت من قبل الحوثيين ومن قبل الحكومة التي تركتها لقمة سائغة لهذه الجماعة العنصرية السلالية المتمردة يعني التي رفعت السلاح على الجميع يعني اما بعد ذلك اصبحت الامر واضحا وهم يتنقلون من منطقه الى اخرى يعني ويغزون مناطق اليمن منطقه بعد اخرى حاول الحوثيون اثناء تلك الفتره من اجل ترسيخ قضيه المظلوميه اثار بعضهم وفي رساله وجهت الى يعني الدوله والى العلماء والمشايخ يتحدثون عن يعني ابعاد المذهب الزيدي ومطلبهم اغلاق مركز دماج وابعاد يعني السلفيه والحقيقه يعني الواقع انه لم يتم اقصاء المذهب كمذهب فقهي كل ما في الامر ان المذهب الذي يقصدون والذي تم ابعادهم فيه هو يعني حكم البطنين ووجوب تسيدهم على الناس والحق الالهي لهذا ما دمت لا ما دمنا لا نؤمن بان الحق الالهي لهم وانه يجبهم ان يحكموا فنحن ظالمين وما داموا ليسوا في السلطه فهم مظلومين لا زالوا يرددون هذا الخطاب وقد سيطروا ووصلوا الى ابواب عدم في الفتره الماضيه وهم يقولون لمن يريد ان يعود الى خطاباتهم وهم ينعون قتلاهم انه استشهد كما يقولون وهو يقاتل الظالمين أبناء تعزهم الظالمين الذين يدافعون عن أنفسهم في حين أنهم هم المظلومين لأنهم يبحثون عن الحق الإلهي لا قدر الله حتى لو سيطروا على اليمن بالكامل وهذا لن يكون بإذن الله سيظلوا مظلومين بحسب تراثهم وبحسب أدبيات حسين الحوثي وأدبيات التراث الهدوي فإنهم سيظلوا مظلومين حتى يحكم العالم الإسلامي بأسره لان ذلك حق الهي وما دام الامه لم تسلم لهم بهذا الحق فهي امه ظالمه وهم مظلومين شكرا لكم ونلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله